أسلم. اجلسوا طيب اجلسوا عشان أشرح لكم. بسم الله. اجلس اجلس أبو كريم اجلس أبو كريم. ترى بيجي في الاختبار. ولا تحترق دكتور. بسم الله. بدينا. بدينا. هذه الشجرة اسمها شجرة المورينجا. وأول ما تم زراعتها زرعت في الهند. فلما علم عن فوائدها زرعت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أغلب دول العالم. وكما قال الشيخ عبد الله سمعتونه الشيخ عبد الله الدامغ يقول حول كل مزرعته للمورينجا وبدأ يتاجر فيها. هذه الشجرة ما شاء الله فيها من الفوائد العظيمة. أولا بعلمكم طريقة أكلها. إما أن تسوى شكل شاهي مثل ما سويتها الآن، شاهي تغلى بالموية حتى شاهي لا يحط معها سكر ولا حاجة، وإما تؤكل بمعنى أنها توضع مع الطعام تقطع تحط مع السلطة أو شيء أو مع المرق أو شيء من القبيل. المهم من هذه أو تيبس تجفف ثم تؤكل كذلك تعتبر طبخ أو كذا. المهم أنه أن تؤكل بأي طريقة، لكن هي ليست مرة رحمك الله ليست مرة يعني كذا، وليست حلوة حتى أنه يشتاق لها الإنسان يقول الله مثل سكر يعني أشياء أو النعناع أو شيء، لا. لكن الفائدة منها أنها علاج، ففيها من العلاج شيء يعني علاج الأمراض المزمنة بإذن الله تعالى، علاج للسكر، علاج للضغط، تعمل بالضغط كأنها كتاوت. تعلم كتاوت توازن إيه تكسير، هذه اللي عنده ضغط مرتفع تنزل، واللي عنده نزول بالضغط تعمل توازن. كذلك ما شاء الله تصفي الدم، من ضمن ميزاتها تصفي الدم يا أخي، واللي عنده أمراض بالدم وشيء من القبيل ونسأل الله العافية، حتى الأمراض السرطانات وجد أنها ما شاء الله فيها شفاء عظيم هذه. فالذي يعني يتعود عليها بإذن الله تعالى أن جسده بإذن الله تعالى يشفى بإذن الله تعالى. ولكن فيها من الأشياء حتى أنها للشعر، هذه تعتبر منها مثل الشامبو أو شيء كذا للشعر، فتطول الشعر وتكثفه. يعني أنت وحطيت الشامبو بلحيك وتطلع ما شاء الله. لا تقول لي ما تقول لي، ولا تقول لي تقصد أنك يعني أنك حالك ولا شيء. شو زميلك حالك؟ ما قلت أنا عن شيء، أنا ما قلت عن، أنا أقول أنها يعني زينة. فمعناته فيها فوائد عظيمة يا أخوان، لا تخلونها، وأنصحكم بها أنتم كشباب بإذن الله تعالى أن تصل لكم. وعشان تأخذون أكثر افتحوا اليوتيوب وشوفوا، اكتب شجرة المورينجا، يسمونها شجرة الحياة لما فيها من فوائد عظيمة كثيرة كثيرة جدا. وين حصلها؟ أيوة هذه لم تكن موجودة في السعودية ثم بدأت